المشاهدين الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء على منطقة القرن الأفريقي. اليوم سأتحدث عن موضوع ربما قد يعني يراه البعض لأنه غير مناسب أو لا يتفق مع الأوضاع الحالية في بلادنا، لكن لا بد من الإشارة لأن هنالك بعض الأشياء كلما طال الزمن كلما حاولنا عدم الحديث حولها يعني تأخذ في اتجاه غير صحيح. قبل فترة كنت قد تحدثت عن كتاب سينشر وكان ولا زال تحت الإعداد، ولكن فوجئت من بعد يعني الإريتريين بأنهم يعني جمعوا كل المقالات التي كنت أكتبها عبر سنوات مضت وصمموا غلاف هذا الذي ستشاهدونه اليوم، واتصلوا عبر شخص أعرفه طبعا ليطلب مني الإذن بأن الكتاب تم تجهيزه وسيتم طبعه قريبا وهم في انتظار الموافقة. فاستغربت طبعا دون انفعال أن الإنسان المقالات المنشورة استطيع الإنسان نقلها إذا هو رجل يعني مهني يشير إلى المصدر، لكن هؤلاء الناس تجرؤوا وكما يبدو أنهم يعني جمعوا كل المقالات كما شاهدتها، لكن جمعوا ما يتماشى مع برنامجهم و يعني اختاروا من المقالات. طبعا هنالك اكثر من 1000 ولا 2000 مقال كتبت لا اذكر من ثمانينات القرن الماضي وانا أكثر. لكن هم اختاروا ما يتماشى مع وجهة نظرهم ومع ما يؤمنون به، ولذلك طبعا يعني هنالك شيئا متعارف عليه طبعا، ونحن نعمل منذ أكثر من 3 عقود في مجال العمل الإعلامي، فيسموه طبعا كوبي رايت أو حقوق الطبع باللغة العربية، فمن يتجاوز يعني القانون لابد أن هناك تكون يعني جهات، وهذا معروف أيضا. أنا إذا حاولت أن أنقل صورة مجرد صورة فبعد أسابيع إذا الصورة محمية وفق القانون يعني مكتوب عليها كوبي رايت وأنت يعني نقلتها لابد أن تجزي صاحب الصورة. وطبعا قبل سنوات عديدة لم تكن عندنا الخبرة الكافية، فتم تغريمنا أيضا كمشهد نقطي، ولابد يعني لا تستطيع أن تنكر بأن هذه الصورة صورته إذا هو مؤكد على الصورة بأن هذا محمية وفق القانون فعليك أن تدفع. دفعنا مرات كثيرة 700 مارك على 60 مارك يعني صور كنا ننقلها الأحداث في الصومال وغير ذلك من الأحداث اللي تهمنا، حتى لو كانت الصورة تابعة يعني نقلتها من وسائل الإعلام الإريترية شابية مع ذلك تقرر طبعا ذلك في حقوق الطبع. فأنا بكل اختصار أريد أن أنبه كل من يتابع مقالاتي أو يعني يعرفني شخصيا، هذا الكتاب جملة وتفصيلا أنا أعرف من الذي يعني قام بإعداد هذا الكتاب، ولا أريد أن أسمي الأسماء لأن طبعا تجنبا للإحراجات وللحساسيات. ف
لكن هذا الكتاب لا يفصلني. أنا لم أعد هذا الكتاب، السورة الغلاف هذا لا يمثلني، ولم أشارك في إعداده، ولا أعرف يعني ما الهدف تسميم هذا الكتاب. فلذلك يعني بالنسبة لي مسألة يعني أرجو الإخوة أن يعقلوا ولا يرتكبوا أخطاء. يكفينا من معاناة الماضي ومشاكل الماضي والمضرة وإضرار بعدنا البعد. هذا طبعا أفتكر الآن نحن يعني التاريخ الذي أتحدث عنه مدى عليه حوالي 50 عاما، فلا داعي الآن أن نبدأ من جديد. فأنا لا أريد أن أحذر، إنما أنبه، لأن هذا تعتبر مخالفة قانونية، وأرجو الأخوة أن يحتفظوا بهذه النسخة. كما قلت، أي شيء نشر في النت هو ملك لعامة الناس، إنما مع احترام حقوق الله. أما أن تطمع كتاب باسم شخص وهو على قيد الحياة، هذا غير مسموح. هذا الكتاب يحمل الآن اسمي، والمقدمة تحمل أيضا اسمي، أنا لم أشارك. لذلك هذه تعتبر بلغة العصر هذه سرقة، ومن يسرق حقوق الآخرين. طبعا نحن نعيش في بلد يعني هذا من صمم هذا الكتاب أعرف أن يعيش في بلد فيها قانون الآن، ليس موجود في بلد يعني في جزيرة وأطواق، إنما يعني في دول متحضرة يعيشون في أمريكا وفي أستراليا وفي بريطانيا في كل الدول هذه. فأنا لا أريد أن ألجأ الآن إلى المحاكم، هذه مسألة تعالج. أنا وددت فقط أن ألفت انتباه المشاهد اليوم هذا الكتاب، الكتاب الذي حدثت عنه مرارا. كثير من الناس يتساءلون أسباب التأخير ولماذا لم يصدر هذا الكتاب. بكل بساطة، سنوات 20 الأخيرة كنا في حالة لا حرب ولا سلام، والأشخاص الذي تناولتهم في هذا الكتاب بعدهم قد استشهدوا، وبعدهم في المعتقلات، بعدهم لا أدري أين هم الآن. فأعتقد من الناحية المعنوية، إنسان موجود في داخل السجن ولا يستطيع أن يرد على ما تكتبه أنت، فهذا طبعا يعني أخلاقيا يعني غير موجود. شخص استشهد وأنت ذكرت طبعا يعني محاسنه ومساوئه أو ما ارتكبوا من أخطاء، هذا أيضا غير مبرر أن نكتب على الشهداء. لذلك بعد مراجعات استمرت أكثر من 2-3 سنين، حاولنا يعني تعديل ما يمكن تعديله في الكتاب. من بين الفقرات التي طبعا دار فيها نقاش بعد التحفظات من بعض الأخوة، كانت موضوع ما يسمى بتأسيس الأحزاب في إريتريا أو في مرحلة الثورة بعد الاستقلال. هذه المقالات أيضا لم تنشر بعد. الآن اليوم أشرت في صفحتي متسائلا، كل منا يتحدث عن تنظيم معين، هذا جبهة التحرير وقوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية للتحرير وما إلى ذلك. كل هذا طبعا تنظيمات ظهرت على الساحة وأعلنت عن نفسها، لا يستطيع أحد أن يغالط في هذا الأمور. أنا لو قلت قوات التحرير الشعبية لم تكن موجودة، كانت موجودة. جبهة التحرير أيضا كانت موجودة، لا ينكر أحد وجود هذه التنظيمات، لأن أبلت بلاء حسن وغادلت وضحت وقدمت شهداء. أيضا كل التنظيمات. الشيء الذي أتناوله في الكتاب ولا يمكن تغييره، هناك تنظيمات سرية، حزب الشعب وحزب العمل وحزب مش عارف كل الأحزاب هذه، والحزب الإسلامي وحركة الجهاد، كل هذه يعني أطلق عليها اسم أحزاب. والآن حتى بعد الاستقلال المستمر عشرات الأحزاب. يعني لو سألت بأي قانون ومن الذي شارك في هذا الحزب ولماذا لم تعلن عن نفسه، فإذا هنالك أي حزب سري
تم تأسيسه في فترة الكفاح المطرحة. هذا يلزم الأشخاص الذين أسسوا هذا الحزب، لا يلزمنا أنا ولا يلزم الشعب الأمريكي. هذه حقيقة، وأنا أعتبر شخصيا غير قادم. وكتبت وأجريت عدة حوارات في التلفزيون النمساوي باللغة العربية أيضا، لأن قوانين أوروبا وأمريكا وأستراليا وكل هذا يعني هي متقلبة، يعني عن بعدها البعد. من يريد أن يؤسس حزب في ألمانيا على سبيل المثال يحتاج إلى 2000 توقيت من مواطنين ألمان، حتى لو أنت متجنس من حقك، بشرط أن تكون تحمل الجنسية الألمانية والجواز الألماني. يفق لك أن تشارك في هذا الحزب حتى أن تكون رئيسا لهذا الحزب، لكن أن تسجل جمعية طوعية يطلق عليها الـ NGO، تحتاج إلى جمع 7 أشخاص، ومن 7 هم 3، الرئيس ونائبه والأمين المالي أو السكرتير، يعني 3 أشخاص. المواد اللي تسمح بموجبها يتم تشكيل الجمعية الخيرية أو طوعية أو اجتماعية أو إنسانية، كل هذه المسميات لا غبار فيها، إنما تتكون مواد الجمعيات كلها، حتى الأحزاب هنا مسجلة باسم الجمعيات في ألمانيا 11 بني. هنا البنود هذه تتضمن ماذا يجب، ما هو المسموح به وغير المسموح به، يعني موضح في كل قوانين الجمعيات في ألمانيا متشابهة. ضمن الجمعيات هناك جمعيات أجنبية، ممكن الجاليات الأجنبية تسجل جمعية، ولكن هذا طبعا مصدر، يعني الجمعية هذه تسجل بموجب قانون البوليس. الألمان لهم طبعا يعني القضاء، ملف الجمعية يكون محفوظ في القضاء، وهو طبعا مبلغ مسموع أن أي شخص إذا تأذى أو يريد أن يطلع ما هي هذه الجمعية يذهب إلى هناك أو يطلبه عبر الإنترنت ويلاحظ أعضاء هذه الجمعية. مسموح لك أن تعمل في حقوق الإنسان، أن تعمل في كل القضايا هذه، إنما أنت كمواطن أجنبي مقيم هنا في ألمانيا لا يسمح لك أن تؤسس حزب سياسي عشان تعارض بلد ثالث. تعترض، هذا لا يمنعك أحد من المعارضة، الدول الثانية تعترض، حتى الألمان البلد اللي أنت تقيم فيها من حقك أن تعترض وتقول رأيك، يعني هذا يندرج ضمن حرية الرأي. إنما أن تطلق على جمعيتك جمعية إنسانية مسجلة تحت البند اللي هو جمعية إنسانية خيرية إنسانية حقوق الإنسان كل ذلك، وتقول هذا حزب سياسي، هذا يعني تستطيع أن تقول. وهذا ما يحدث الآن في الساحة الإريترية، يتحدثون عن أحزاب سياسية، الحزب الوطني الديمقراطي، الحزب وما إلى ذلك، كل هذا كان كلها أنا أسميها طبعا مليعة للغة. حتى نحن طبعا أنا أجريت أكثر من 30 برنامج باللغة التجرينية، وحان الوقت الآن أن نغلق هذا الملف، لأن طبعا أصبحت مليعة للغة. إذن هنالك أيضا بعض المواد تناولتها عن الوحدة الوطنية، لماذا تعثرت في مرحلة النضال، وكيف بعدها بعد فترة من الفترات استطعنا أن نبدأ أن نسير في الطريق الصحيح، فتح المجال لكل القوميات الإريترية للمشاركة في الجمع الشعبية وفي الثورة. هذا طبعا الآن قانون، الناس بتسأل عن دستور وعن قانون، هذا قانون غير مكتوب، هذا قوانين يعني منذ مئات السنين. التعايش الآن ما بدأ مع تنظيم الجبهة الشعبية وقوات التحرير الشعبية وجبهة التحرير، إنما هذا التعايش كان يعود إلى مئات السنين، حتى في عهد الاستعمار الإيطالي والبرتغالي والعثماني والتركي، كل هذا الإريتريين كان يتعايش. فالإسلام والمسيحية دخلوا قبل، يعني الإريتريين
اعتنق الإسلام قبل أهل مكة، وأقدم مسجد في الإسلام موجود يعني في مدينة مصر، مسجد الصحابة. المسيحية أيضا دخلت قبل القسطنطينية، دخلت في إريتريا وقبل إثيوبيا وقبل كل هذا، قبل يعني 1450 سنة، 1900 سنة. إذن هذا التعايش لم يكن لم تتكون الثورة، إنما غننت هذا، لأنه نحن طبعا الاستعمار يعني جعل من إريتريا مناطق مغلقة، السفر من مدينة مصوع إلى كرن أو حتى الأسمرة هي العاصمة الغريبة مننا، كنا نعتمد إلى دولة أخرى، السفر إلى نقطة، السفر إلى كرن، السفر كل هذا بالنسبة لنا كان يعني هناك التركيبة الاجتماعية أو الاستعمار شجع أن الإريتريين يعيشوا منفصلين عن بعضهم البعض، لم نكن نعرف المرتفعات، لا سرايا ولا حماسين ولا أكل وشرب، كل هذا عرفناه في مرحلة الثورة. إذن هذا التعايش كان موجود، لكن الآن الكتاب يتناول العقبات اللي وقفت في سبيل يعني هدم ما تم بنائه خلال الثلاثين السنة تحديدا في الجبهة الشعبية للتحرير. هناك البعض يتحسس عندما نجيب أمثلة، وهذه الأمثلة أيضا أنا في قبل يومين أجريت حوار مع قادة من حركة العدل والمساواة السودانية، عادوا إلى وطنهم بعد اتفاقية السلام التي تم توقيعها في جوبا، تحدثت معهم. نحن طبعا قضينا على النزعة الطائفية، قضينا على النزعة القبلية، قضينا كلها، وحدنا شعبنا، ليس كده يعني بين عشية وضحاها، إنما هذا كانت تجارب استمرت. يعني الطفل لما يدخل في معسكر الجبهة الشعبية وهو عمره 8 و9 أعوام وينمو مع القوميات الأخرى، إذن هذا تنتفي، لا يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك، يقول كلنا إخوة. أنا لفت انتباهي طبعا موضوع الكرد، إذا أردت أمس كنت استعرض ذلك في لقائي مع دكتور زكريا، الكرد هذا هل كان صدفة أن إريتريا اختارت؟ من اختار لنا العملة؟ من اختار لنا الكود العالمي الانترناشنال كود؟ من اختار لنا العلم؟ كل هذا يعني من قرأ قراءة صحيحة لما هو موجود في إريتريا، كل ذلك كل الطريق الطرقات تؤدي إلى الوحدة الوطنية. الكود يعني الإريتريين يقول ده شيء طبيعي، لا ما طبيعي، ما كل إريتري يعرف ماذا يعني صفر صفر، أترك الصفر صفر هذا مدخل للتلفينات العالمية، ماذا يعني اثنين، لماذا يبدأ الكود في إريتريا 2-9-1، اثنين ترمز للديانتين الإسلام والمسيحية، وتسعة ترمز لتسعة قومية إريترية، والواحد هو شعب الواحد ووطن الواحد، حتما لم تكن صفر. إذن أنا أرى، وفي الكتاب تحديدا تناولت فقرة وأنا أتابع منذ يعني تأسيس الجبهة الشعبية وقوات التحرير الشعبية، وساهمت أيضا أنا في بداية قوات التحرير الشعبية في إريتريا، بصرف النظر عن الفوضيات وعن السياسة وعن الاتهام بعد في إريتريا، أصبحت الوحدة الوطنية أمر طبيعي، حتى لا يضطر الإنسان أن يتحدث فيها داخل إريتريا، لأنك تعيش الوحدة الوطنية ليس بالشعارات وليس بالأغاني ولا بشكل، تعيشها على أرض الواقع. يكفي أنه أنت تمشي أي مدينة وتجلس في أي مكان وتتابع المارة، تجد كل 9 القوميات أمامك في المناسبات في الأفراح والأتراح كلهم مع بعض، وعندما تقوم الحرب طبعا كلهم، ما في إنسان يستثنى لأن هذا يعني قبيلته من فلان وعلان، لا أبدا، كل الناس يعني تدافع من أجل الوطن. الكتاب أشرت لماذا فشلت الجاليات الإريترية،
حتى في سبيل التغليب ما هو موجود في الأرض. الآن ترتفع الأصوات ويقولوا لا نحن متحدين ونحن نحب بعضنا البعض، كل هذا خزعبلات. هناك تقصير متعمد، وهذا بسبب يعني وظهر في السطح بعد الحرب الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا، لأنه كان في وسطنا أنا أسميهم الأشباح اللي هم جي 15 وجي 16، كل هذا صمموا يعني الجاليات الإريترية الآن في غفلة من الزمن. أخواننا هناك طبعا يعني قائمين بدور كبير جدا في الدفاع عن السيادة وعن الاستقلال، هذا لم يعني الشباب كلهم اللي ولدوا بعد 15 يمشوا إلى ساوة، وهم أساسا كل حياتهم تكون في الدفاع عن الوطن وبناء الوطن. لكن الآن كثيرين من الإريتريين يتحسسوا عشان يتحدثوا في موضوع من أين أتى الأغازيان، من أين أتت هذه التنظيمات الموجودة الإسلامية وغير الإسلامية الموجودة منتشرة هناك في القارب كلها، أين ذهبوا البغايا من تنظيمات الجبهة. إذا سألت يقول هذول موجودين، هو شيء مريح أن تقول ما في شيء إلا أنا. إذن في الكتاب هذا أنا أقول إن في أخطاء ارتكبت يعني في الخارج، وجالياتنا تعاني من هذا المرض. لا يمكن أن أرى جمعيات الآن تقوم على أسس اسمية، جمعية الصارو، جمعية المنخفضات، جمعية المعادلات، كل هذه الجمعيات هذه، وأنت وكأنك أنت يعني عايش في مريخ آخر. جمعية الجبرتة، جمعية مش كل هذا البلين، كل سنية أصبح لها جمعية وتعيش في سرايا لوحدها وحماسين لوحدها وأكل وزال، هذا الجمعية وأنت ترى ذلك ولم تتحدث. هناك من يعتقد أنه كل شيء تحت الإدارة، والناس كلها يعني مندمة تحت لواء الجبهة الشعبية، ونحن كلنا مع وطننا. كل هذا يعني حاصل تحصيل هؤلاء الذين يروجون لهذا الكلام. يعني لا أستطيع، لا أريد أن أطلق كلمات يعني غير منطقية، إنما أقول هؤلاء يعيشون في مريخ آخر. لم أرى رغم كل اختلافات الإريتريين وأخطائهم حتى هؤلاء الذين تحالفوا مع زمرة الويانية، إنما في سميم قلبه هو يحب إريتريا. ونحن من واجبنا الآن يعني أن نأخذ بيدهم، أن نحاول يعني كلمة توعيتهم هذا، لأنه ناس واعيين. أنا لا أدعي أنني أستطيع أنني فهمي أكبر من فهم الآخرين. الإريتري بطبيعته بتربيته واعي، لكن هنالك عندما يرى الخطأ ولا يستطيع مجابهته يقعد في بيته. هذا هو سلاح الإريتريين، أنا بعرف ناس مسالمين طبعا يعني يقولوا طبعا لماذا، ما هي مصلحتي أنا أن أقوم وأتحدث حول قضايا خلافية تجيب للمشاكل فأقعد. عدد الذين يتفرجون الآن عددهم يصل 70-80%. لا نجي نقش الناس ونقول كل الناس ملتفة حولنا، فشلنا في إغناعهم. أصبحت يعني نحن نتهم الحلفاء وياني بالدكاكين وما إلى ذلك، فقدر إحنا أصبحنا بالكامل من الدكاكين. إذا أنت ما تستطيع تستوعب كل الإريتريين مع اختلافاتهم الثقافية والإسلامية والدينية كل حاجة، لذلك يعني ما الفائدة من وجودك إذا؟ أنا الآن تحدثت باللغة التجرينية بمرارة. شخص يعني الآن في العقد السابع من العمر
مررنا بتجارب مريرة جدا. شاركنا في الثورة في حداثة السن، يعني لم يتجاوز، لم تتجاوز أعمارنا أنا وجيلي 17-16 سنة. لماذا ذهبنا إلى هناك؟ هل كنا نطمح على أساس نحصل على وظيفة ولا على شهرة؟ بالعكس، الإنسان لما يذهب إلى هناك يأخذ 3 متر، ما نسميه طبعا أبو جليل، هذا يعني كفن. في أي لحظة تتوقع أن أنت حستشهد؟ لم يكن أحدا منا يطمح أننا سنرى الاستغلال أو هؤلاء الذين شاركوا في الاستغلال. والآن لنكون يعني واضحين في الحديث، عدد الذين هم في قيد الحياة من ثوار الستينيات لا يتجاوز 5% و10%، ويوميا تقرأ أن فلان استشهد. كل رفاقنا ورفيقاتنا طبعا، يعني القائمة طويلة الآن. إذن أنت تتحدث عن التوريث دون أن تحل هذه المشكلة، وأنا أسميها مشكلة التحزن، مشكلة يعني الواحد يتزاكى على الآخر ويعتقد أنه هو طبعا يعني ما في غيره، لكن يعتقد إذا هو اختفى من الساحة السياسية البلد كلها حتجيب. هؤلاء الناس أنا لا أقول أنهم غير إلكترين وغير مخلصين، لا بالعكس، لكن الأنانية تجعل من هؤلاء أنهم لا يفتح الباب ولا الشباك للآخر، لأن يخشوا أن هذا إذا أشى سيفسد. وأبدأ بهذا الكلام بنفسي أنا، يعني طبعا الآن 20 عاما الأخيرة طبعا يعني أعمل في العمل السياسي كدبلوماسي. إذا أنت اللي تنادي بالوحدة الوطنية، وإذا تسعى ليلا ونهارا عشان مثلا يعني تحاول تخفف يعني في معالجة هذه الأخطاء، إذا أنت ما مستوعب، وإذا أنت في كل دقيقة وفي كل زحلة تشعر بأنك أنت قريب لا تستطيع أن تقنع الآخرين، سألك هؤلاء الذين يتحدثون الآن، الإشكالية ليس من جيه، ولا أعرف أيضا من أين جاء، ما عندهم علاقة، لا 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 حمل السلاح ولا يعرف الثورة، إنما الآن تأتي بعد مرور 40 عاما هذا الذي لم يعني لم يعرف الثورة ولم يشارك فيها، إنما طبعا في الخارج كان له دور، هو الآن يبدأ يكتب التاريخ، تاريخ الثورة وكيف بدأت وينسبها إليه هو. نزمنا وعملنا ويعني يعني هو يكون صنع هذه القوات التحرير الشعبية، هو اللي صنع القوات الجبهة الشعبية. هذا طبعا كله يعني الواحد أنا لا أستطيع أن أقول بأنني سئمت، ولكن وصلت لقناعة بالكتابة وبالحديث لا نستطيع أن نفعل. أنا أفتكر الآن ما بقى من الأمل هو الداخل، لدينا أم أبينا يعني الداخل، دعم الداخل كما كان في مرحلة النضال، يعني المواطن الذي يدوره كان يقدم الدعم بالمال وبالروح، حتى في يعني كانوا أتوا بأطفالهم وقالوا هذا يعني أنا دوري لا أستطيع في هذا العمر عشان أحمل السلاح، فهذا ابني أقدمه للشعب الإريتري هدية. بس هؤلاء الذين قدموهم أهاليهم استشهدوا. أي واحد يقول حياته كلها وكان في جامعات وفي أحسن الأحوال وكون أسرة وأبناءه طبعا تعلموا وتخرجوا في جامعات، الآن عشان يقول أنا أسس الجبهة، هذا أنا لا أقبل أبدا. إذا هنالك من يقبل لمصالح معينة جدا والمحاصصات، هذا من شأنه. هؤلاء إريتريين نعم، هؤلاء يعني نحن نقدر دورهم وعملهم ونضالهم وجهادهم ودعمهم للثورة، لكن ما يأتي واحد عشان يقول أنتم دوركم انتهى
ونحن اللي بنينا الثورة ونحن حنقود الثورة. من أين لهم هذا؟ هناك أطفال ولدوا أيضا في داخل عسكرات الجبهة الشعبية وترعرعوا وتربوا، هم قاعدين يقودوا البلد اليوم. ما تجي أنت تقارن نفسك بهؤلاء الذين يعني أفنى حياتهم. أنت نعم مواطن، أنت لك دور نعم، لكن ما تجي أنت تنسب نفسك قائد هذه المسيرة وقائد هذه الثورة ومؤسس الثورة. كل هذا اليوم أنا طبعا يعني تحدثت مع زملائي في قناة القرن الأفريقي، أغلقت الملف بالبرامج اللي كنت أقدمها باللغة التجرية، والآن أيضا سأغلق الملف لأقدمه باللغة العربية. لكن هناك إشكالية أيضا، الناس يجب أن تفرق بين حرية الرأي وبين مثلا الانفلات في الرأي. أنا عندما أتحدث في إنسان يقدر يمنعني أن أعبر عن رأيي، وهذا دائما أؤكد دائما في حواراتي، أنا المسؤول مما أكتب، أما أكتب فأما وكل ما كلمة أنطقها أنا المسؤول منها، ليس الآخرين الذين يعملون في قناة القرن الأفريقي. لكن الآن إذا تجاوزنا كل هذا، أستطيع أن أقول بما نشاهده الآن في إثيوبيا، في السودان، أعادنا إلى المربع رقم واحد. والهدف من تقديم هذه الحلقة بهذا الأسلوب اليوم أن أذكر نفسي ورفاقي وكل الذين ساهموا في بناء هذه الثورة وفي تحرير وطنهم إريتريا. هنالك الآن تحديداً في وسائل الإعلام الكثيرة بلغات مختلفة، ما يحدث الآن في إثيوبيا يعتبروه هو حدث بدأ من 9 شهور. الحكومة الفيدرالية ضربت الإقليم التجراي، والإقليم التجراي ضرب العفر وضرب يعني الأمحرة. هذا طبعا تركة هيلي سلاسي. هذا الشعب لم يرى الحرية. الشعب الإثيوبي 6 عقود لم يعرف يعني مصطلح الحرية. ذات في إثيوبيا ما كان موجود، كانوا ناس مضطهدين، ثقافة واحدة ولغة واحدة اللي هي اللغة الأمحرية فرضت عليهم عبر عقود كثيرة. الأقليات طبعا تتمثل في زمرة الوياني، وبعدين طبعا الأوروبا كانوا الأغلبية، لغة الأوروبا كانت يعني غير متداولة، يدرسوها في البيوت وكل حاجة. كان حتى الآن يعني الانفراج اللي أتى 2018 بدأ الأوروبا يظهر يستطيع. فمهما تقى وتجبر الإنسان يعود بعد 50 سنة يسأل عن الوحدة الوطنية. الصومال كان بلد عامر، كان بلد غني، كان بلد يعني خيراته هذه كانت تغذي يعني مواد الغذاء، كانت تأتي الخضروات واللحوم كلها، كان الأسماك كانت تأتي من الصومال دول الغني. بل كانوا في فترة من الفترات هم الذين كانوا يتصدقوا على فقراء الخليج. الفتنة، القبليات، التطرف أوصل السودان الصومالي إلى ما هي يعني حروب أهلية كل ذلك. الآن الشيء المبشر أشقائنا في الصومال تعلموا من تجربتهم. اللقاءات الأخيرة أجريناها مع مسؤولين برلمانيين وزراء في الصومال، الآن المطالب يعني اكتشف الخطأ كان بسبب التركيبة الاجتماعية هناك، والحكم قائم على تحالف قبلي، يعني 4.5 يقول 4 قبيلة ونصف القبيلة المولدين يسموهم نصف القبيلة. إذن هذا طبعا الآن تدار، الوعي وصل الآن، قالوا لابد أن ننتقل إلى تأسيس الأحزاب.
لا يمكن أن يستمر السؤال. إذا أردنا السلام الحقيقي والاستقرار الحقيقي علينا أن ننتقل من الحكم بطرق قبلية إلى تأسيس أحزاب سياسية حقيقية، والآن بدأوا يأسسوا الأحزاب. بعد هذا الانتخابات طبعا أول قانون سيصدر هو طبعا الانتقال من مرحلة الحكم بالقبائل، ائتلاف القبائل، بالحكم بالأحزاب، حتى يكون صوت الشعب الآن يعطي صوته ليس لقبيلته إنما للفكر اللي هو يتماشى معه. هذا لم يكن موجود في إثيوبيا، لكن الصومال عندما أقول تعلموا من تجربتهم، اليوم الاقتصاد الصومالي، الكهرباء، الإنترنت، ما يتوفر في الصومال لا يتوفر في معظم الدول الأفريقية. شوف أنت إثيوبيا الآن، أمشي في أكبر الفنادق لا تجد الإنترنت ولا تجد الكهرباء، أحياناً بتجد بالتقسيط. السودان الكبير الذين يتحدثون عن الانفتاح وعن المساء وعن 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 العفو الأمريكي، كأنهم الآن أصبحت تحول السودان إلى جنة. نحن نتابع منذ أسبوع، نحاول أن نجري لقاء مع زملائنا رفاقنا طبعاً اللي كانوا منادرين من حركات الاشباح المسلح في السودان اللي عادوا الآن بعد السلام. انتظرنا أسبوع، بعد أسبوع شفت المقابلة، يعني الصوت غير واضح لأنه بالتلفون، كهرباء كل ربع ساعة يقطع، الموبايل مثلا يعني بالحزوز، قال اليوم إذا توفرت الموبايل ساعتين نلحق. يعني هذا السودان يتحدثون عن الانفتاح وعن العالم وعن تحسن العلاقات والصندوق الدولي وكل ذلك، هم لسه ما عندهم كهرباء ولا عندهم انترنت، والطوابير موجودة والسلعة الاستهلاكية منعدمة. إذن عندما نتحدث عن إريتريا، رغم كل المعاناة ورغم كل الظروف التي مرينا بها، إريتريا الآن تكاد تكون البلد الوحيد المستقر بسبب ليس قوة النظام ولا الجيش كل حاجة، بسبب التعايش، بسبب السلام الموجود بين الشعب الإريتري. لم يتجرأ أي إنسان اليوم أن يعتدي على أخوه بسبب عرقه، بسبب دينه، بالعكس. يعني هنالك طبعا جو هذا أصبح يعني متعارف عليه. فإذن المطلوب الآن حتى لا نقع في نفس المشكلة اللي وقعت فيها إثيوبيا، اللي وقع فيها الصومال، واللي وقع لا أقصد أنا الحرب ولا ما إلى ذلك، إنما أقول علينا كما نطلب الآخرين أن يتعلموا من تجربتنا، علينا أن نتعلم أيضا من أحداث التاريخ. جملة واحدة أقولها الآن بكل وضوح، هؤلاء الذين يحاولون أن يتصدروا المشهد السياسي، سواء كانوا يعني يعتبرون أنفسهم مؤيدين الحكومة ومعارضين لها، غير مؤهلين. قد أكون مخطئ في ذلك وأرجو أن أكون مخطئ في ذلك، لكن ما شاهدته في العشرين السنة الأخيرة هذول مؤهلين عشان يؤسسوا فروع لأقليمهم، لأسميتهم، لقبيلتهم، لما زال، لكن يتظاهرون بأنهم متحدون. هذول لا يتحدون أبدا، الوحدة موجودة داخلهم. العمل المطلوب هو نحن كلنا يعني كيف نقوي هذه الوحدة؟ وأنا أقول أضعف الإيمان يغلد ما هو موجود في الداخل، ونحن نعتبر أنفسنا، أنا تقريباً للزملاء أقول من المقلدين في قناة القرن الأفريقي، عندما أتينا وشجعنا إخواننا الإريتريين من قوميات مختلفة أن يكون لهم دور أو برنامج خاص بلغات الأم. الآن تمكننا من البرامج الأخيرة للغات، ستة لغة كما أحسب، عندنا التجرينية والعربي والبليد والتجري والساهو والعفر، ستة لغات، لغينا الكنامة والبداويت، يعني ثلاثة لغات. إن شاء الله هذه قاعدين نسعى، لأنه يعني في الخارج
من الصعب أن تجد، لكن بالاتصال بالداخل حتى لو بالتلفون إن شاء الله سيشارك معنا يعني في هذه البرامج. هذا طبعا تكاليف هذا العمل ليست مادية، لأن كل العاملين في هذه القناة هم متطوعين، إنما تكاليف هناك تكاليف معنوية. الواحد يتأذى ويقرأ كلام يعني خارج عن الأداء الآن لتكراره، بل هنالك من يتجرأ ويكتب يقول لماذا؟ من سيسمع هذه اللغات الذين تحاول إزعاجنا بها؟ يكفي لو تحدثت بالتقريد والتقري. كتابة ومشافة. إذن الآن 30 سنة من الندال و30 سنة من الاستغلال، إذا شخص يفكر بهذا العقلية هذا مكانته أحسن يمشي تقراج، لا مكان له في الإلكتروني. أنا أقولها بصراحة وأكررها باستمرار، هؤلاء الذين يتحسسون من لغات الأم في إريتريا لا مكان لهم في إريتريا، يدعون من التزاكي والكذب والشعارات هذه الكثيرة وكل حاجة. نحن شعب نتكون من 9 قومية وعشنا منذ مئات السنين بسلام ووئام وتعاون فيما بيننا. ما أي واحد قاعد في واشنطن ولا في لوس أنجلوس مش عارف يربك هذه الوحدة. واحد معقد موجود في ألمانيا والآخر موجود في إيطاليا، هؤلاء الناس لا يخدمون وحدة الشعب الأمريكي. هذا أنت من حقك. في جمعيات مثلا يعني أنا دحين أعيش في ألمانيا، في ناس يتوقوا الوافدين أو المهاجرين اللي كانوا هاجروا روسيا وعادوا لألمان، لا زال عندهم جمعياتهم تكلموا بلغتهم الروسية ويحيوا احتفالات لأنهم ألمان يعني يعتبروا هنا وافدين لأنه تولدوا وكبروا. هذا طبعا ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كان حصل عليهم الشتات في شليزيا. هذه كل القوميات عادت إلى ألمانيا الآن ويحس أنهم أقلية. إذا أنت تحس ابن إقليم أو ابن قبيلة بأقلية خلاص اتبع بجماعتك، هذا لا في، ما في إنسان يمنعك من أنت تقيم جمعية أهلية عائلية تتواصل فيما بينك، لكن هذا الوطن هو للجميع. ما في اجتماع يجمعنا كلنا هو الوطن. لذلك أنا لا أريد أن أعتدي ولا أتحدث عن أخطاء الآخرين، كلنا عندنا أخطاء، لكن أفتكر أنا أقولها بصراحة لأن هناك أنا سميتهم بالأشباح في داخلنا، لا زالت الأشباح تعيش بيننا وهي المعوق الأساس وهي اللي تحارب. وهذولا طبعا أنا أقول دحين كل شيء نقول الوياني، لا مش وياني الوحدة، هي أخطر من، لأن الوياني أعدائنا ونحن بنحارب فيهم مش الآن، من الثمانينات نعرف سياستهم وتوجهاتهم وما عايزين يقيموا هذا الهاجس اللي في داخل دولة تجرال الكبرى نعرفه، لكن زرعوا فينا في داخلنا مرض اللي هو مرض مجموعة 15 و13 والأجازيان والتالين، هذول اللي عايزين يقيموا برضو الخلافة العثمانية عندنا اسم مسلمين برضو عندما الهاجس هذا دولة الشريعة ودولة الإسلام كل هذا. إذن نحن لما نقول يعني أنا كتبت مقال بين شتى الجبهات، هؤلاء الذين حاصروا الثورة في بداياتها يعيشون بين شتى الجبهات، يعني إحنا الآن يعني ما عندنا صديق. الإسلام يتهم في التبعية الشعبية وغير الإسلام ذولاك الإقليميين والعناصر المشاركة يتهمون في الانقلاب وبالإقليمية، لكن أنا أفتكر إريتريا تجاوزت رغم كل الصعوبات الاقتصادية والمشاكل اللي بنواجهها في بلدنا وسوء التفاهم والاختلافات الموجودة بيننا، كل هذا مغدور عليه إن كان نحله. ما لا نستطيع حله هذه العناصر الموجودة في الخارج، كل منهم يحلم بأن يكون وزير أو في المستقبل يكون الرئيس، هو لسه يعني وهذا الخطأ الآن يعني قبل أن أختم هذا الحديث ذكرني
تجربة قوات التحرير الشعبية. المفروض يعني المنادلين اللي قاموا بهذه التجربة بتأسيس قوات التحرير هم عانوا من ستينيات القرن الفاضي واضطهدوا، تم تقتيلهم وسجنهم كل حاجة. هؤلاء الناس عندما رأوا بهذه الطريقة لا يمكن أن نستمر. حركة الإصلاح بدأت في ستينيات القرن الفاضي، هي في عهد المناضل. هؤلاء قالوا لابد أن يكون في بديل، فعندما خرجوا من الميدان مكرهين، يعني كان 70 مقاتل أنا بعرفهم القيادة العامة، طلبت منهم أرضا سلاح، ألقوا سلاحهم، وهي اللي سرحتهم للسودان. قالوا خلاص أنت ما يعني أمشي، أنت ليس من القبيلة أنت أمشي، ومن هو يعني حتى بالاسم إذا هو ينتمي لقبيلة معينة خلاص يعني أنت أبقى وأنت أسر. إنما المفاجأة نحن طبعا في سنة 1971 عندما في أول لقاء لي الأخوة اللي جاءوا من عدن 70% كلهم مستجدين، ألفيتهم عن الثورة، قرأوا التاريخ، قرأوا كتب، يعني متنورين متعلمين، كان بعدهم في جامعات وكمل الثانويات، ناس يعني متنورين علميا. فأول جلسة جلسناها طبعا حديثهم كان عن الديالكتيكية وعن مش عارف وعن التقدمية وعن البرجوازية وما إلى ذلك. فكنا نستمع طبعا، فأنا حديثي كان مع بعض من الزملاء، لا أريد أن أذكر أسمائهم الآن، بعدهم استشهد، بعدهم على قيد الحياة. كان ردي الواقع هنا في، يعني أنتم الآن في الساحة الإريترية ونحن سبقناكم في النضال بستة أعوام، أنا 65، هم أجوا 71، نحن من 65 دورة وبعدها دخلنا النضال. لو فيها لو شوية أعطيت لنفسكم مهلة تدرسوا الواقع على الأرض، تدرستوها على الكتب البيانات والفكر هذا كله، وجيت مشبع بأفكار ماوستونغ وبأفكار كيملسون وبأفكار فرانس فانون وكل هذا. هذا هنا أولا الحديث عن البرجوازية في غير محله، شعب فقير يتغاسم الخبز يتغاسم الحليب يتغاسم، يعني هذا شعب فقير، ما في برجوازية، يعني على الأقل في الأرياف شعب مغلوب، نسبة الأمية 90%، الاستعمار قصد أن يجهل الشعب. فأنا أفتكر هذا التنظيم كان من الأحرى تكون أولويات أولا التعرف بالشعب. مجرد ما قلنا هذه الكلمات، وأنا أذكر لا أريد أن أذكر أسماء الناس الآن، قالوا لنا دول متخلفين، كيف كان يقود الثورة؟ هذول متخلفين عقليين. وأحدهم الله يرحمه قال كلامهم لا يفهم، ناس أميين بدائيين، هكذا وصفوا. ردي كانت آنذاك بالذات الشخص الذي كان يتفوه وكان يعني هو أكثر شراسة، قلت له أنت وأمثالك لا تستطيع أن تبنوا ثورة، ولا يمكن هذه الثورة ولا قوات التحرير أن تخطو خطوة إلى الأمام بهذا الأسلوب الذي أنتم أتيتوا بحمد. هذا الشخص الآن خارج الميدان ويتباكى على تجربة السبعينيات وقوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية، وأنا كنت من أول يوم قلت هذا لا يسمح. والصمود لا يعني أن أنت لازم تكون في الميدان أو تكون في إريتريا، تصمد أينما حتى في المريخ، هذه مبادئ. كذبوا على الشعب الإريتري لأنهم عايزين بس يخلوا المجال لهم. كيف واحد التحق بالميدان 15 يوم ويادوب وسل ما قادر يعني يعرف أين هو، تجي تعمل حزب وتنسبه وتعمله من الغادة عشان يقود الحزب، ده كله أنا عشان كده كتبت الكتاب هذا.
كل الأكاذيب والتطاول اللي كان موجود هذا كان غير صحيح. والسؤال الآخر، لماذا قوات التحرير الشعبية بكل هذه المبادئ وبكل هذه الأفكار اللي طرحتها كلها أين اختفت؟ ولماذا انقسمت على نفسها 5-6 تنظيم؟ لأن هي أتت وهي حاملة الفيروس بتاع القيادة العامة، المرض اللي كان موجود في الساعة ما يعني أجوا حاملينه بأفكار. الشيء الوحيد هم قالوا حنغير، أول كذبة يعني قالوا نحن ما عندنا استغاء، المجلس الأعلى ضدنا، صلب ضدنا، منعنا من السلاح. الكتاب أنا ذكرت هذا كانت أيضا كذبة. ذهبنا إلى بيروت وتحدثنا مع عثمان سب، قال أنا لم أمنع أحد المخازن مولود وهذا المفتاح. فسلمنا المفتاح ومشينا إلى عدن إلى مخا ونقلنا كل ما كان في المخزن نقلناه للميدان. عندما أتينا ونحن نحمل الزخائر ونحمل السلاح وكل ما كان مخزن فيه كذا، اتهمنا بأننا تابعين لسب وأتينا لنجري انقلاب. تسألني الآن لماذا تركت الميدان، لماذا بعد تركت كل هذا، كل هذا طبعا تناولت في الكتاب لأن هذا الكتاب لكن ما حيستفد طريقة، لأنه الآن البلاء الأكبر هو طبعا أمريكا والوياني وأصحابه الآن متحركين، ما نريد أن نتفرغ له ما تبقى من الأمر الآن من نحن بلدنا ونحن استغلاله. الكتاب له وقت، أنا لا أقبل الآن أن أزور ما كتبته في أكثر من 30 سنة. تأتي مجموعة خصالة يعني هذه تجار، هذول هذول يبيعوا أي حاجة، كانوا عايزين يصدروا الكتاب في معرض الكتاب اللي كان موجود في القاهرة، يطبعوه باسمي ويبيعوه، همهم الوحيد كيف يحصل على المال وليس الفكر ما يحمل الكتاب. لذلك أنا اليوم أكون هذه الحلقة هي زي ما يقولوا تنوير أولاً أن هذا الكتاب إن صدر ليس كتابي، وأطلب من الأخوة أن يتعقلوا لأن أمامنا الآن تحديات أكبر. يعني ما قرأت قبل يومين المندوب الأمريكي أو المندوبة الأمريكية موجودة هناك وتهدد أيضاً إريتريا، وهناك أيضاً بعد وصولها مباشرة صدر أيضاً صدرت إعلانات شاهدتها في الإعلاميين المصريين الآن متحمسين بالفكرة، يقولوا إنه في احتمال إنه الوياني خطتها النهائية تستولي أو تعود إلى إريتريا. هذا مجرد كلام للاستهلاك أو لتسعيد الأحداث في إريتريا، لكن هذا لا يستعمل. أقول ذلك لأن بعض الناس الآن قد يروا في حديث هذا في تحدي. إحنا أغمعنا العالم، أو على الأقل نقول جماهيرنا الإريترية، صدقنا كلام أبي أحمد قال قدينا على زمرة الويانة 100%. نعم قد يكون قد على المؤسسات بتاع الويانة كل حد، لكن الآن لما نعادوا إلى مغلب كيف تستطيع أن تقنع الناس اللي أنت أودحت لهم هؤلاء خلاص انتهوا 100% ما هم؟ وأسعب من ذلك كان يقول الشعب التقراوي ليس مع هؤلاء عصابات، هؤلاء سنفناهم إرهابيين، قلب هذا الكلام وقال أن الشعب التقراوي كله ضد الجيش، يعتبرنا أجانب ولذلك تركنا انسحب. هذا لا يعنينا أنا كمواطن، لأنه يعنيني بلد. القيادة الإريترية واعية وما تبطو خطوة إلا وهي واثقة من خطوة. الآن نحن الشيء الوحيد اللي همنا، أنا طبعاً أتابع الآن مظاهرات مع الإثيوبيين وزيارات متبادلة بين سفرائنا والسفراء الإثيوبيين وكل حاجة، كل هذا جيد، هذا سياسة، لكن هذا يجب أن لا يكون على حساب الدفاع عن الوطن.
لأن نحن الآن الخبر المؤسف والمحزن قبل يومين ما اتضح أن جيبوتي كان لها دور بل أنحازت إلى معسكر الهوا يعني. ومسرحية قطع الطريق على إثيوبيا، إدعاف إثيوبيا طبعاً لما تقطع قضية الممر الوحيد اللي كان المتوفر اللي هو المؤن والمواد الغذائية وغيرها كلها تأتي عن عبر ميناء جيبوتي، الآن أغلقوا بل حطموا طريق القطار وخلقوا فتنة بين العفريين والصوماليين. وراء كل هذا تقف جيبوتي، هذا ما علمته من شخص كان يعيش، كان الآن حيوم إن شاء الله بعد أسبوعين بيجري نقدمه في البرنامج ويشرح تجربته في الفترة الأسبوعين اللي حصل فيها كان موجود في داخل جيبوتي. ذلك نحن الآن أنا أناشد كل الإريتريين بصرف النظر عن اختلافاتهم وقت توجهاتهم، نحن الآن مطالبون أيضا أن نقف مع شعبنا مع وطننا، لا يعلو فوق هذا أي شيء آخر. احتفظ بحزبك، احتفظ بأفكارك، احتفظ بما تريد أن تفعله في المستقبل، لكن الآن نحن في مرحلة إريتريا تكون أو لا تكون. هذا كله خزعبلات النظام وما إلى ذلك، ليس النظام الشعب. أنت لما تتحدث عن النظام ما تنسى أن هناك في شعب، هذا الشعب قدم أغلى ما يملك، شرد من أجل هذا الوطن وصمد من أجل هذا الوطن، وأبناءه لا زالوا في جبهات الدفاع في هذا الوطن. إذن إذا عندك مشكلة مع الحكومة مع السياسيين مع كل هذا الشيء، أفصل بين الوطن وبين خلافاتك مع الحكومة ومع مع أفراد. نحن الآن كلنا رغم كل اختلافاتنا مطالبون أيضا، مطالبين أيضا أن نقف وقف رجل واحد وأن نعيد أمجاد ما يسمى بالتصدي، ونعيد أيضا بالوفاء والعطاء اللي كنا يعني اشتهروا به الإريتريين. ما في شعب من شعوب العالم يعني يقف مع وطنه في وقت الشدائد. الآن نحن في وقت الشدة، الكورونا لا زالت أمام، مشاكل اقتصادية موجودة أمام. فما أستطيع قبل أن أختم هذا الحديث ننسى خلافاتنا الآن، وننسى إذن هؤلاء أنا أسميهم متسلقين، ننسى ماذا يفعلوا ماذا مع من يشتغلوا، كل هؤلاء اللي قاعدين ينتظرون الوظائف أن يكون، نحن نقول لهم مبروك، بس خلونا أولا تستقر البلد ونخلص من هذا البلاء الأكبر اللي هو الوياني، بعد ذلك إريتريا ستكون لكم. هذا أي شيء. أنا الآن قد أكون يعني أطلت عليكم الحديث، معذرة لكل الأخوة الذين لم يكونوا يتوقعوا أن برنامج اليوم سيكون هذا، لكن المدخل كان بسبب سرقة الكتاب، لأن في بعض الناس استعدوا، ولا أدري إن كان نشروه أو حينشروه، ربما ينشروه، لكن طبعا يعني أنا ما أريد أن ألجأ إلى المحاكم رأفة ليس بهم بل بأولادهم. حصلت قبل كده طبعا مناوشات مع ناس ما عايز أذكر أسمائهم، وتجرؤوا في كتابة بعض الحاجات، بعدين طبعا لما لجأنا إلى القانون اعتذروا أن ذلك كان سيكلفهم الطرد من البلد اللي قاعدين يشوفوا، لأن أنت لما تخالف وتتجاوز يعني حدود المسموح به في القانون، هذا طبعا يعني شيء معروف. أنا لا أريد أن أتخذ أي خطوة، لكن هذا الكتاب أنا نشرته اليوم متعمد عشان يشوفوا الناس هذا ليس كتابي ولا يمس وجهة نظري، ولا أعرف ماذا دس عليه يعني من كلام. فأنا أنتقد، عندما أنتقد أكتب انتقادي ومنشور، يقرأ في كل مكان، والكتاب اللي كتبته موجود في مركز الدراسات في إريتريا، الجرائد اللي كنت أكتب فيها صوت إريتريا من العدد الأول حتى الآخر موجود في إريتريا. أنا أصاب باستمرار
لم يحدث المثال أنه أنت كتبت كده وهذا خطأ، لا بالعكس، ما في إنسان يجرم بسبب أنه قال وجهة نظره وانتقد هذا وهذا وكل حاجة، إنما الإنسان بده يخطئ. لذلك أنا من الكتاب اللي كتبت الأول الآن استفدت من ذلك طبعا ذكر الأسماء. ممكن تذكر أسماء لكن حتى الأسماء اللي ذكرتهم في الكتاب الأول كلهم ذهبوا رحلوا، فأنا أتألم عندما أرى ما كتبته عن هؤلاء الشهداء الآن ما أقدر أسحب، لذلك حتى لا تتكرر، حتى لا أكرر الخطأ مرة ثانية أنا طبعا أعدت صياغة الكتاب حتى يعرف الناس اللي يستعدوا قاعدين يكتبوا كل ما كتبته فيه مراجعات، مراجعات في التاريخ، مراجعات في الأسماء، مراجعات الناس اللي مثلا جمعت معلومات خطأ وكتبتها ممكن تصحها. تأكيد حس الناس الموجودين في الكتاب معظمهم بعدهم استشهد وبعدهم موجودين في المعتقل، لأن لا أريد أن أعتدي على ناس ما يقدر يرد، ولا أريد أن أكون مثلا عالة على صرف أو يعني برغم المعاناة اللي يعانوها الآن أضيف عليهم معاناة بذكر يعني قضايا تاريخية مر عليها مصر. سوف لن أفعل، إنما النسخة المصححة إن شاء الله يعني في الطريق وتحتاج إلى وقت زمن ظروف الكورونا ومشاكلها والقضايا الكثيرة هذه حالت دون أن ننتهي من سياقة هذا الموضوع. وقبل الختام أعتذر لمشاهدين الحلقة قبل يومين تغيناها مع قادة حركة العدو والمساواه لرداءة الصوت وهذا الحاصل، يعني طبعا ما تقدر تتحكم على أنا طبعا نحن في الاستوديو بتاعنا ما تحصل هذه الأخطاء، إنما طبعا الشيء المسجل ولو لم ننشر هذه الحلقة بكل علاتها وبأخطائها في الصوت وكل حاجة لما قد لا نتمكن ممكن للمرحلة لا أعرف متى. هناك قائمة طويلة جدا في السودان تنتظر لنجري معها الاتصال، لكن بسوء يعني انعدام الكهرباء والإنترنت كل ذلك أجلنا اللقاءات، لكن إن شاء الله في الأسابيع القادمة ستكون لنا لقاءات على مدار في إثيوبيا وفي الصومال وفي السودان أي جنوب السودان، كل ذلك إلى جانب طبعا قضيتنا الكبرى ونحن كإريتريين طبعا هي قضية أهلنا. سنواصل الحوار، لكن أنا بعد هذا الأسبوع الآن المسؤولية أحناها للجيل الجديد 100% في مجلس إدارة القناة، هم الذين سيتولون هذه البرامج وتنظيمها. أنا دوري سيكون دوري يعني بين فترة وفترة أتحدث حول التاريخ فقط، وأما الإدارة والحاجات سلمت للجيل الجديد الآن ضمن الإدارة متجانس متفق يضم كل الشباب من أو ثلاثة أجيال مع بعض، وهذا طبعا يعني ما كنا نسب إليه. وقناة القرن الأفريقي ما أسعدني قبل يومين اتصل بي الدكتور بروفيسور محمد حسن، هو الآن كان في زيارة قضى مدة 3 أسابيع في إثيوبيا، وغيابه كان طبعا لأنه كان موجود في بلده، وأثناء الأحداث كان أيضا موجود في جيجيجا في إقليم الصومال، وأيضا حرج إلى إريتريا دار أسمرة وغدا فيها 4 أيام بالأمس، نقل لي خبر مبشر أقوله أيضا بدوري المشاهدين الكرام أنه فوجئ مجرد ما وصل مطال أسمرة هناك استقبل بحفاوة وقالوا له بأن نحن نشاهد دورك برامجك في قناة القرن الأفريقي، وقال في أسمرة لم يحصل يوم 4 من 4 أيام في الفندق في المطعم في الشارع في كل حاجة، الناس كلها تتحدث عن القرن الأفريقي، وهو كان فوجئ قلنا هذا بلدنا، هذا شعبنا شعب كريم يعني وشعب منصف أيضا، وكل ما نقدمه إذا كان في خدمة الشعب الإريتري فهو يأيده طبعا بصرف النظر عن اختلافاتنا في الرأي وكل حاجة. فهذا طبعا بالنسبة لنا ليست مفاجأة، لأن نحن على اتصال يومي
مع رفاقنا في إريتريا، لكن الشارع عامة الناس هو الأهم. يعني يتابعون نجاحات قناة الفن الأفريقي ومعجبين أيضا بصفة خاصة بدور البروفيسور محمد حسن اللي هو الرئيس الفخري لهذه القناة، وكان سعيد بهذه المفاجأة، وسيعود الآن إن شاء الله يوم الأحد سيعود إلى بلجيكا، وأسبوع القادم إن شاء الله سيبدأ برامجه، ويقوليكم السلام لهذه المناسبة لأن غيابه كان مبرر لأنه كان في زيارة، وبرضه هناك في جلجيكا والمناطق اللي كان فيها صعوبة الإنترنت لم يستطيع أن يواصل برامجه، لكن سيبدأ برامجه الأسبوع القادم. لهذا مشاهدين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم اللي فيها نوع من الخليط من الإيجابي وغير الإيجابي، لكن أطلب المعذرة، وحتكون إن شاء الله هي الحلقة الأخيرة، بعدها سنتفرغ لقضايا الدفاع عن الوطن وقضايا أيضا أهلنا في منطقة الغرب. ألغاكم في برنامج آخر، استودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.